السلام عليكم البنات، اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد في قناة جيهان وورد. اليوم غادي نقدم لكم هذا الغسول منظف للوجه اللي رائع وزوين بزاف. خديته من بارافارماسي، الصراحة ما كيخطانيش. منظف الوجه كل صباح كتغسلي به وجهك، ولا من قبل ما تبغي تنعسي مرة في النهار ولا جوج. زوين للبشرة الجافة والبشرة الحساسة والبشرة الدهنية، رائع للوجه، كيعطي واحد الترطيب للوجه وكيحيد لك عين شي حبوب شي ليطاش. زوين الصراحة، انا جربته وعجبني، كنتمنى منكم تجربوه. احسن من الصابون العادي، ولا زعما الصراحة زوين. خديته من بارافارماسي، ها هو الشكل ديالو، هذا الثمن ديالو. يمكن خديته بشي 90 درهم حتى 100 درهم، هذا هو الثمن ديالو واش خديته انا. الصراحة زوين، كيعطيك واحد النعومة للوجه ديالك وكيرطب الوجه، كيصلح لجميع انواع البشرة. ها هو البنات، الصراحة زوين الصراحة. كتغسلي به وجهك من الصباح للصباح، ولا في الصباح وفي العشية من تبغي تنعسي. تاخذوه من الصيدلية ولا من بارافارماسي، انا كنفضل بارافارماسي حسن. مازال ان شاء الله نشارك معكم بزاف ديال المنتوجات اللي كناخذها من بارافارماسي، اللي رائعة الصراحة للبشرة والشعر. كنتمنى يكون عجبكم هذا المنتوج وتجربوه ان شاء الله وتردوا عليا في لي كومونتير. الصراحة راه زوين والله عن تجربة، انا دابا راه مده طويله وانا كنستعمله، يعني ما كاينش شي اثار ديال الحبوب في الوجه، ولا بحال الوجه كيولي رطب بحال ديال الدراري الصغار. صراحه زوين منعش. ملي كتغسلي بيه وجهك كتحسي بواحد الراحه، سبحان الله. ها هو، نتمنى منكم تجربوه البنات. يمكن لك تاخدي شويه الغسول بدون ماء وتدهني به وجهك بحال هكا بشكل دائري، من بعد تمسحي بشي منديل ولا بشي حاجه بحال هكا قطنيه. ديك الساعة ممكن عاوتاني تغسليه بالماء، كديري شوية الماء وكتغسلي به وجهك صافي وكتشليه. صراحة زوينة البنات، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. في 200 ميل، هانتوما قراو معايا طريقة استخدام بدون ماء. يوضع سيتافيل على الجلد ويدلك برفق، ثم تزال الكمية الزائدة بواسطة قطن أو منديل ورقي مع ترك طبقة خفيفة من السيتافيل. استخدام مع الماء، إلا بغيتي تستخدميه مع الماء، يتم وضع سيتافيل على الجلد ويدلك برفق، ثم يتم غسله بتجفيفه. ها
انا قربت خوالي، خصني عاوتاني ناخد وحده اخرى. نوريكم الشكل ديالو من داخل، هو ابيض عادي زعما، هانتوما زوين، فيه واحد الريحه زوينه الصراحه، فيه واحد اللمعان رائع هانتوما. صافي كتحكو بيها هكا وجه ديالكم، صافي زوين الصراحه. عرفتوا البنات هاد الغاسول كيدوز لك واحد المده طويله، دابا الا خديتي هادي كدوز لك بزاف، يعني واخا تكون دايره حتى 200 درهم تستاهل، يعني دابا 100 درهم كتبقى عندك مدة طويلة، حيت فين ما كتغسلي وجهك كتاخدي واحد القياس، يعني راه هادي شوف شحال فيها كدواز، دابا انا عرفتي مفوقاش ما خديتو دوزات ليا بزاف ومازال فيها. والله زوين الصراحة البنات، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم البنات.